سوريا ولبنان شقيقان، شعب واحد في بلدين، مصيرهما مشترك، تشابه في التاريخ وفي الاجتماع، وصلات من أبعاد مختلفة ما بين بلدين، يخاف أحدهما على الآخر بلا ريب، ويخاف أحدهما من الآخر بلا شك. العين في بيروت اليوم على دمشق، يقول بعضهم إن انزلقت سوريا نحو حرب أهلية فالسلام على الأقليات في المنطقة، قول ممكن للبعض وينفيه البعض الآخر نفيا قاطعا.